أصبح الشاب سيف ذو يزن بن شملان طالب الثانوية العامة حديث المدينة ومثار إعجاب الشارع في مديرية التواهي بتصميمه سيارته الخاصة وصناعة معظم مكوناتها من أدواته البسيطة. في البداية بدأت الفكرة على الأوراق وحاولت أخذ التصميم الذي يتناسب مع طبيعة البلاد وجدت أن الشكل يناسب هذا الشكل وجدت أن هذا الشكل يناسب مع طبيعة البلاد. بدأت بأخذ ماكينة اللحام والحديد وبقية أجزاء السيارة. يتحرك كل صباح إلى مدرسته بسيارة من صنع يديه صغيرة لكنها كقيمة كبيرة بكبر أحلامه التي تنتظر منظومة تعليمية تقدر مثل هذه الميول الابتكارية النادرة. أطمح بالدراسة وتطوير مهاراتي إلى الأفضل وعندي القدرة على الابتكار وتصميم أفضل من هذه السيارة إذا توفرت لدي الإمكانية. تكريم بسيط من السلطة المحلية لا يفي ما خسره في المحاولات الفاشلة قبل النجاح، والدراسة الأكاديمية في جامعة خارجية هي ما يطمح إليها طالب عدني هو مشروع مخترع لا يعرف اليأس. لا تقف طموحات سيف عند هذا الحد، فالمستقبل بانتظاره مبشر وننتظر رعاية خاصة لهذه القدرات العلمية المتميزة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.